إذن مشاهدينا الكرام، بدنا نبدأ مع الحدث الساخن الآن على مستوى الإقليم ونفهم شو اللي بيصير، نفهم شو اللي بيصير، شو يعني تحرك ناقلات الطائرات الأمريكية، شو يعني استهداف الناقلات السعودية، طبيعة التصعيد الإيراني، مضيق هرمز، تصدير النفط للعالم، كل هذه أسئلة الحقيقة الآن مطروحة، وبدنا نذهب إلى العمق، والأقدر الحقيقة على أن يذهب معنا إلى هذا العمق ويوضح لنا المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر سبايلي. دكتور عامر، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. تحياتي دكتور، كل عام وأنت بخير. أنت بالخير. يعني حابين نسمع منك دكتور تحليل مبدئي، ما الذي يجري الآن في الإقليم ولوين رايحين؟ هو واضح أننا نتحدث عن إدارة أمريكية وضعت يعني على أسس أولوياتها هو مواجهة إيران. موضوع مواجهة إيران، نحن ننتقل الآن للمرحلة الثانية في موضوع مواجهة إيران بعد تثبيت العقوبات الاقتصادية، والجزء الثاني الذي ارتبط بموضوع العزلة الدبلوماسية عبر الخروج من الاتفاق النووي وتحويل إيران إلى بلد معزول دبلوماسيا. الحقيقة أننا اليوم نسير أمام أو نرى التصعيد التلويح بالتصعيد العسكري، وهو يعني فعليا لا أعتقد أننا نتحدث عن احتمالية قريبة لمواجهة عسكرية، بل أننا نشير أن الولايات المتحدة تمارس سياسة عزلة إيران والتلويح بالضربة العسكرية أكثر من الاتجاه باتجاه حرب حقيقية في المنطقة. لا ننسى أيضا أن الإيرانيين اليوم هم ليسوا إيران ما قبل حرب العراق، أي نفوذهم أكبر، قدرتهم على المناورة أكبر، لكن في نفس الوقت لا تنسى أن هذه الإدارة الأمريكية يعني تسير بخطى ثابتة في موضوع مواجهة إيران. عندما ننظر إلى موضوع العقوبات الاقتصادية، موضوع تنشيف إيران اقتصاديا، كل هذا لنا يعني نلاحظه من فترة ليست بالقصيرة، وبالتالي بدأت آثاره تظهر بوضوح على الإيرانيين. الجزء الثاني والمهم في هذه المرحلة هو ردود الفعل الإيرانية، ما المتوقع أن تقوم به إيران. نعم. الحقيقة أن هذه الإدارة منذ اليوم الأول يعني أشارت أن ما ترغب به هو عزل إيران عن المنطقة، بمعنى آخر احتواء النفوذ الإيراني بالمنطقة، وهذا صار في مسارين، في سوريا وفي العراق. اليوم في محاولة خلق مشاكل داخلية في إيران، موضوع الجانب الاقتصادي موضوع مهم، حالة التململ المجتمعي التي بدأت تحدث، ومن ثم استثمار حالة الصراع السياسي في داخل المنظومة السياسية الإيرانية، وقد تكون إيران أيضا على أعتاب مواجهة تحديات أمنية قادمة. باعتقادي هذا السيناريو أكثر من فكرة المواجهة العسكرية التي قد تكون مكلفة الثمن للجميع، خصوصا أن الولايات المتحدة تعلم تماما أن الإيرانيين اليوم قادرين على تهديد حلفائها، قادرين على الإيذاء، قادرين أن لا يكونوا لقمة سائغة، لكن كلما تعمقت الأزمة في الداخل الإيراني، كلما نشفت إيران اقتصاديا وبالتالي نشفت أذرعها في المنطقة اقتصاديا، كل هذا يؤهلها أن تكون خصم أضعف وأقرب إلى فكرة الأحداث لنقل المساومة السياسية. فبالتالي يعني تزامن هذا مع رغبة الولايات المتحدة في ترك الباب مفتوح على الأقل للإيرانيين، أن المفاوضات واردة، وأن الحديث يمكن أن يصل إلى نقطة حل. يعني في سيناريو شبيه جدا لما حدث مع كوريا الشمالية، أنت تذكر يعني على الأقل في العام الماضي كان التصعيد كبير، عرض الصواريخ، الحديث عن المواجهات، ومن ثم انتقلنا إلى فكرة اللقاء الدبلوماسي الذي تم بين الرئيس الأمريكي والكوري الشمالي، والبدء في مفاوضات قد لا تكون قد أنتجت حلول، لكن على الأقل أخذت الأمور في مسارها الدبلوماسي وأنهت فكرة التصعيد العسكري. إذن دكتور، رؤيتك لما يجري يعني كأنه الأمر شبيه بحرب باردة، لن يكون هناك مواجهات عسكرية، ستكون عبارة عن ربما يعني تصليحات شديدة اللهجة ومعارك جانبية تكون هنا أو هناك. هو بلا شك يعني المعطيات كلها لا تشير أن هناك على الأقل على المدى القصير القادم حرب. يعني يمكن أن نتحدث عن تصعيد في المواجهات، وبالتالي لا يضبط
ولا تضبط النتائج الناتجة عن هذا التصعيد. لكن دكتور، إيران وحيدة أم أن لديها حلفاء؟ يعني روسيا الصين يعتبروا حلفاء لإيران في هذه المواجهة أم لن يورطوا أنفسهم؟ في مواجهات عسكرية لا أعتقد أن هناك حلفاء يمكن أن يخوضوا حرب ضد الولايات المتحدة أولا. ثانيا أنه في جزء من الضغوط على إيران هي في جزء منها أيضا تتزامن مع الضغوط على الصين. يعني المتضرر الأكبر في موضوع إلغاء استثناءات تصدير النفط الإيراني هي الصين. نعم. وبالتالي يعني تزامن ذلك مع حديث وتصعيد من الجانب الأمريكي باتجاه الصين وباتجاه الاتفاقات التجارية. إذن لا يمكن اليوم أن نعزل إيران بلا شك عن روسيا وعن الصين، لكن فعليا نتحدث عن واقع لا يستطيع لا الصينيين ولا الروس أن يخوضوا حرب من أجل إيران. لكن الولايات المتحدة تحاول أن تجعل من إيران الآن عبئا على حلفائها، بمعنى الوضع الاقتصادي المتدهور، الوضع الذي قد يتشكل مستقبلا يمكن أن يحول إيران فعليا إلى عبء على حلفائها. لكن أنا أعتقد أن الأمريكيين اليوم يعني في وارد التصعيد من أجل تحقيق المكتسبات على الصعيد السياسي وعلى إعادة صياغة العلاقة مع الإيرانيين أكثر من احتمالية الحرب على الأقل ثلاثة شهور القادمة. إذن إعادة صياغة العلاقة، لكن هل تتوقع دكتور أن يكون طرف ثالث يسعى إلى تأزيم الوضع؟ يتحدث عن بعض الدول العربية أو الكيان الإسرائيلي بهدف تصعيد أكبر؟ يعني في النهاية الإسرائيليين بلا شك يعني من أولوياتهم من 2008، وليس بالغريب أن تعود هذه الإدارة ويعود رموز هذه الإدارة، وأول ما يعود بنفس مشروع التصعيد على إيران، مشروع 2008 إبان إدارة جورج بوش الإبن جون بولتون، هو اليوم مستشار الأمن القومي وهو من كان يصيغ استراتيجية مواجهة إيران في إدارة جورج بوش. لكن تعلم أيضا الدول العربية المحيطة والمحاذية لإيران أن خطر مثل هذه الحروب على هذه الدول كبير أيضا. يعني قد لا تدفع إسرائيل فاتورة أو نتائج لمثل هذه الحروب بقدر ما تدفع هذه الدول العربية. فبالتالي يعني رؤيتها بلا شك أنها غير مرتاحة للنفوذ الإيراني ولقوة إيران المتنامية وللانتشار الواسع الإيراني، لكن هي تعلم تماما أنها على مسافة قريبة من إيران، وبالتالي هي على مرمى عصا من أي مواجهة عسكرية. فالخيار العسكري بلا شك هو الخيار الأخير، إضعاف إيران من الداخل وتطويعها وتحويلها إلى بلد أقل عداء لنقل بالنسبة لهذه الدول، هي الاستراتيجية الحقيقية أكثر من فكرة المواجهة. ويعلم الجميع أن في النهاية الجميع قد يوظف في هذه المواجهة، وستدفع كل الدول المحيطة في إيران ثمنا، بينما يعني إسرائيل ستكون في منأى عن دفع أي ثمن حقيقي على الأرض. سؤالي الأخير لك دكتور، نعلم أنه هذا صراع إقليمي، ولكن نحن هنا في الأردن، لو طلب صاحب القرار استشارة الدكتور عامر سبايلة، ما الموقف الأردني إزاء كل ما يجري؟ ما هي النصيحة التي يقدمها الدكتور عامر؟ يعني الأردن ليس له مواقف حقيقة تضعه في مواجهة في هذا الموضوع، يعني غير مطلوب منه مواقف عسكرية، غير مطلوب منه. الأردن تجاوز الآن يعني فكرة الطلب المباشر بعد إنهاء الملف السوري. الأردن بلا شك ينساق مع حلفائه، لكن حتى في طبيعة انسياقه مع حلفائه في هذه المرحلة لا تبدو أن يعني هناك تحالفات واضحة. فبالتالي الأردن غير معني في أي مواجهة أو أي تصعيد بالنسبة له، بعيد كل البعد عن هذه المواجهة. قام بالخطوات الدبلوماسية التي يعتقد أنه كانت جزء من منظومة التحالف الذي ينتمي له. يعني ليس هناك سفير أردني في إيران، ليس هناك علاقات تقول أننا نستطيع أن نقطعها ونرسل رسالة، لا يمكن أن نواجه إيران فعليا. هناك حديث في الأروقة الاستخبارية عن خطر وجود الإيراني بالقرب من الحدود الشمالية للأردن، لكن في النهاية الأردن ضمن هذه المواجهة باعتقادي عنوانها أمريكي، والأردن ليس جزء من أي هذه المواجهات. فالأفضل يعني المراقبة والاكتفاء، وإذا كان الأردن قادر في لحظة معينة أن يقدم مبادرات حسنية واستثمار لتهدئة الأوضاع، أعتقد أنه يكون أفضل من أن تكون شريك في أي مواجهات قادمة. جميل. كل الشكر والاحترام للمحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر سبايلة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
إذا ذهبنا إلى تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بهذه المواجهة بما نستطيع يعني من خلال حوار هذا الحوار، على الأقل لكي نكون على علم بالخيارات المتوقعة كيف سيكون سيتم إدارة هذا المشهد. الدكتور عامر يعني يغلب موضوع إعادة صياغة العلاقة، يعني وكأنه إيران الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحجم إيران تعطيها حجمها بدون أن تكبر عنه، وينتهي هذا الصراع بالحد من النفوذ والتطلعات الإيرانية بدون مواجهة عسكرية. نكتفي بهذا القدر، لنذهب إلى فاصل ثم ملفات محلية جديدة، فكونوا معنا.